تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم غدا صوب ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس. الملعب يستضيف مباراة ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم صوب ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي يستضيف مباراة ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا. وتمثل المباراة فرصة للريدز من أجل الثأر من الريال قبل 4 سنوات، حيث سقط الفريق الإنجليزي بثلاثية أمام الفريق الإسباني في نهائي دوري الأبطال، وخسر فرصة ذهبية لإحراز اللقب الأوروبي قبل تعويض ذلك في الموسم التالي بالتتويج باللقب السادس في تاريخه. هذا ويراهن ليفربول على هدافه الأول في البطولة وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، الذي يترقب بدوره هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث يعتبر الدولي المصري اللاعب العربي الوحيد الذي يتأهل ل3 نهائيات من دوري أبطال أوروبا. أريد تحقيق دوري الأبطال مجددا، سنقاتل خلال المباراة والجميع متحفز للمباراة النهائية. مغادرتي الملعب مصابا أمام ريال مدريد كانت أسوأ شيء حدث لي في مسيرتي كلاعب كرة قدم. أتذكر أنني غادرت المباراة بعد 30 دقيقة، كانت أسوأ لحظة في مسيرتي. على الجانب الآخر يعول المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي على كتيبته كاملة لمواجهة ليفربول، حيث تعافى تماما المدافع النمساوي ديفيد ألابا من آلامه العضلية. كما يراهن النادي الملكي على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي يعيش موسما رائعا ويبدع في كل المباريات هذا الموسم مع الفريق، كما يتصدر قمة جدول ترتيب هدافي دوري الأبطال.